إذن ومن ساحة مسجد الكالوتي في منطقة الرابية غربي العاصمة عمان نذهب إلى طوباس، ينضم إلينا من هناك عبر الهاتف مباشرة المختص في الشأن الإسرائيلي الأستاذ محمد علان دراغم. أستاذ محمد السلام عليكم. عليكم السلام، مساء الخير لك ولكل المشاهدين. دعنا نقرأ تطورات المشهد الإسرائيلي. إذن الكنيست يصادق بالقراءة الثانية والثالثة على قرار، دعنا نقول، إغلاق قناة الجزيرة بضمن قانون الجزيرة أو ما سمي بقانون الجزيرة. بنيامين نتنياهو قال لن تبث قناة الجزيرة الإرهابية من إسرائيل بعد اليوم، وحان الوقت لطرد بوق حماس. ماذا أرادت تل أبيب من وراء ذلك؟ تل أبيب أرادت من وراء ذلك بالدرجة الأولى إرضاء الرأي العام الإسرائيلي في مثل هذه الخطوة، وهذه يعني لنقل نتيجة لسنوات وهم يتحدثون وجهات إسرائيلية تطالب بإغلاق قناة الجزيرة، أغلقوا قناة الميادين قبل ذلك، فبالتالي هذا هو يعني يأتي باتجاه إرضاء جزء من المستوى السياسي الإسرائيلي وإرضاء الرأي العام الإسرائيلي الذي يعني لا يستوعب أي نوع من أو أي شكل من أشكال الحرية الإعلامية أو الرأي الآخر في دولة الاحتلال الإسرائيلي. هم يريدون كل وسائل الإعلام أن تكون شبيهة بالقنوات الإسرائيلية التي تحرض على الشعب الفلسطيني من بداية سواء منذ 7 أكتوبر أو قبل ذلك، ويريدون فقط في هذا الاتجاه أن يكون كون أي وسيلة إعلام لديها حرية في النشر ولديها يعني إعلام مهني، في نهاية الأمر يجب أن تكون النتيجة كشف جرائم الاحتلال الإسرائيلي، ولربما من القضايا التي قد تكون حركت هذا المستوى السياسي بهذه السرعة، لربما الجرائم التي كشفتها قناة الجزيرة في الأيام الأخيرة والتي لم تترك مجال أمام جيش الاحتلال الإسرائيلي إلا أن يعترف بهذه الجرائم التي ارتكبها، ولكن ساق بعض المبررات في تنفيذها، فبالتالي هو لا يريد أي وسيلة إعلام، مع أنه يعني هم لنقل هم أغبياء، يعني اليوم لا يمكن منع بث قناة أي فضائية في العالم، يعني حتى جهات إسرائيلية قالت هذا قرار يمكن وصفه بالغبي لسبب رئيسي واحد، من يريد مشاهدة الجزيرة يمكن أن يشاهدها عبر الإنترنت، وهناك 1000 وسيلة ووسيلة للبث من خلال قناة الجزيرة، فبالتالي هو قرار يمكن وصفه عمليا بمحاولة إرضاء اليمين الإسرائيلي المتطرف. إذن أنت تقول أستاذ محمد، أنت تقول أن القرار يعني الدافع وراءه هو سياسي وليس أمني كما تروج له بأنها تضر بمصالح إسرائيل كما قالت. سياسي أمني يعني أين ما علاقة قناة الجزيرة بالجانب الأمني في الأمن لدولة الاحتلال؟ كذلك الأمر عندما يتعلق الأمر بالقضايا الأمنية، حتى وسائل الإعلام الإسرائيلية ممنوع عليها البث، ليس فقط الجزيرة، فبالتالي تغليف الموضوع بالجانب الأمني هو لإيجاد مبرر أمام المجتمع الدولي لربما في مثل هذا القرار. يعني ستواجه دولة الاحتلال الإسرائيلي الكثير من الانتقادات على هذا القرار، ولكن بكل تأكيد هو قرارها سياسي، حتى إن هناك بعض الجهات الإسرائيلية أيضا يعني
سمعت أنا هذا المساء لفيديوهات تحليلية في القنوات الإسرائيلية. نعم. هناك من قال هذه محاولة من بنيامين نتنياهو للضغط على قطر من أجل الضغط على حركة حماس، فبالتالي يعني حتى آراء إسرائيلية تؤكد بأن الهدف من القرار هو سياسي وليس أمني. وما علاقة الجزيرة بالوضع الأمني؟ كما ذكرت لك عندما يتعلق الأمر بالشأن الأمني الإسرائيلي حتى القنوات الإسرائيلية لا يمكنها البث ولا يمكنها النشر. نعم أستاذ محمد، ماذا عن ردود الفعل في الكيان المحتل بعد الفظائع التي تكشفت اليوم من مجمع الشفاء الطبي ومحيطها أيضا بعد انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي؟ المنظومة مكونات دولة الاحتلال الإسرائيلي كلها في مثل هذه المواقف هي تتبنى نفس الرواية، بمعنى تتبنى برواية الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي. على الرغم من كل هذا الدمار هم يدعون ويقولون بأن حركة حماس التي تستخدم المستشفيات تتحمل هذه المسؤولية لتبرير جريمتهم، والكل يتبنى نفس الرواية ويقول لك قمنا باعتقال أكثر من 500 شخص وقتلنا أكثر من 400 مسلح، وكأنهم اقتحموا قاعدة عسكرية. ولكن من يرى الصور التي بثت اليوم بعد انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي يرى أن هذه العملية العسكرية في مستشفى الشفاء جاءت لسبب رئيسي واحد، هو القضاء على كل مكونات الحياة في قطاع غزة ومنها القطاع الصحي، مع أنه جيش الاحتلال الإسرائيلي كان قد اقتحم مستشفى الشفاء في السابق لربما في الشهر الأول من العدوان على قطاع غزة، ولم يخرج بأي دليل على أن يعني كل الصور والأشرطة التي فبركها يمكن أن ينتجها أي يعني صبي في موضوع الفيديوهات والفبركات الإعلامية. فبالتالي المجتمع الإسرائيلي لا يوجد أي ردة فعل، بل تبني للرواية ويقولون بأن هذه العملية العسكرية لربما كانت من أنجح العمليات حسب تعبيرهم، مع أنها هي جاءت أيضا العملية اقتحام الشفاء هي لأهداف سياسية. وهنا أريد العودة بك إلى بداية الاقتحام الأيام الأولى. الأيام الأولى من الاقتحام رئيس الأركان الإسرائيلي قال بالحرف الواحد نحن اقتحمنا مستشفى شفاء، وهذا الاقتحام مهم للتأثير على المفاوضات في قطر. فبالتالي وإذا تذكر جيدا عملية اقتحام مستشفى الشفاء جاءت في اليوم الذي تجددت فيه مفاوضات صفقة تبادل الأسرى في قطر، فبالتالي كان واضح الهدف من اقتحام مستشفى الشفاء هو للضغط على المفاوضين في قطر. إذن كيف سينعكس ذلك على مسار المفاوضات إذا ما بقي هناك يعني بصيص أمل حتى هذه اللحظة بعد تكشف كل تلك الجرائم؟ يعني جرائم الاحتلال يعني هي مستمرة من بداية الحرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة وحتى اليوم. المفاوضات يعني لا مفر أمام الطرفين، لنقول الاستمرار في هذه المفاوضات، لأنه بالآخر الحديث يدور عن أعداء، يعني مفاوضات تجري بين الأعداء لا تجري بين الأصدقاء. ولكن هذه المفاوضات واضح أنها متعثرة في مكانها. بهذا المساء كانت هناك تصريحات لمصدر سياسي إسرائيلي قال هناك يعني لربما بداية أمل في أن يتم الوصول إلى صفقة تبادل أسرى خلال الأيام القادمة، ولكن باعتقاد كل هذه الأقوال هي تسريبات من بنيامين نتنياهو ومحيطه لكي يعطي انطباع بأنه يعني ساعي جدا من أجل الوصول لصفقة تبادل أسرى. ولكن في حقيقة الأمر حتى الإسرائيليين لم يعودوا مقتنعين بلاعيب بنيامين نتنياهو، لهذا شهدنا بالأيام الأخيرة تصاعد حالة التوتر من قبل تجمع عائلات الأسرى الإسرائيليين الموجودين في قطاع غزة، وحتى إنهم أضافوا لمطلب استعادة أبنائهم أحياء من قطاع غزة ضرورة حل الحكومة والذهاب لانتخابات إسرائيلية مبكرة. ولكن حتى الآن كل هذه الحركات الشعبية فقط تؤكد على مسألة إنها مع الأسرى ومع إسقاط نتنياهو، ولكن حتى الآن لا يوجد أصوات ضد الحرب. فبالتالي رغم ذلك لا زال بنيامين نتنياهو مصر على مواقفه لسبب رئيسي واحد، إنه لديه ائتلاف حكومي متماسك حتى بعد انسحاب جدعون ساعر منه، وحتى لو انسحب بني جنت وغادة أيزنكوت
بنيامين نتنياهو سيبقى يعني متمسك بهذا الائتلاف وغير جاد في موضوع صفقة التبادل، ولا أعتقد أن الأمور ستكون قريبة، خاصة أن الموضوع الخلاف لم يعد عدد الأسرى وذوي الأحكام العالية، وإنما موضوع عودة السكان إلى شمال قطاع غزة. كانت هذه هي القضية، لحتى الآن هذه هي القضية الجوهرية، والتي هناك يعني حتى داخل المستوى السياسي على هذه الجزئية هناك خلاف. يعني داخل الكابينت جادي أيزنكوت، بيني جنس رئيس جهاز الموساد، حتى الوزير الإسرائيلي رون بريمر رئيس وزير الشؤون الاستراتيجية والمقرب من نتنياهو مع لنكن المرونة الإسرائيلية في جزئية عودة السكان للشمال، ولكن بنيامين نتنياهو وبقية أعضاء الحكومة ومعه وزير الحرب بالدرجة الأولى ضد هذه الفكرة. بالتالي التعثر باعتقادي سيستمر لفترة طويلة في مفاوضات صفقة التبادل حتى الآن. نعم، أكتفي معك بهذا القدر. المختص في الشأن الإسرائيلي الأستاذ محمد علان دراغمي، كنت معي عبر الهاتف مباشرة متحدثا عن آخر تطورات المشهد الإسرائيلي. شكرا جزيلا أستاذ محمد. وأنتم مشاهدين، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه التغطية. أشكر لكم طيب المتابعة، أترككم بحفظ الله ورعايته. سلام الله عليكم.